للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة عصمت ياسين خبيرة أسواق المال. أهلا بك معنا. بداية، انخفاض للمؤشرات، ما السبب؟ مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة الانخفاض الموجود عندنا في السوق المصري من أول الأسبوع ده ترجع لعدة أسباب، أهمها السبب الرئيسي عندنا هو انحسار السيولة. وزي ما حضراتكم عارفين كانت البورصة المصرية في استقبال الوفد الجديد، كان ماكرو جروب، ده كان شركة جديدة لسه أول مرة تنزل البورصة. طبعا كان في انسحاب للسيولة بشكل قوي، ممكن أقول إن في بعض اللغط على التسعير، تقييم التسعير في نفس التوقيت اللي إحنا منتظرين عدة طروحات جديدة خلال هذا العام. فإحنا بنرجو من القائمين على الموضوع إن هم يشوف موضوع التسعير عشان يكون مرضي لجميع الأطراف ونقدر نحقق المكسب المرجو منه. النقطة الثانية، النهاردة شاهدنا في خلال جلسة اليوم إن كان في عندنا مبيعات من المؤسسات المصرية والأفراد المصريين، ودوت ممكن أقول لحضرتك إن هو كان شيء طبيعي علشان تقفيل نسب المديونيات المفتوحة في الشركات. كانت عندنا برضو الأجانب لسه أسترى عندنا في منطقة البيع، لكن كان في شراء انتقائي وحذر شوية من العرب. يعني إن أقدر أقولك إن العرب النهاردة هم اللي كانوا أكتر ناس شاريين، لكن برضو نقدر نتكلم برضو بتفاؤل شوية إن إحنا كان عندنا أخبار عالمية كانت مؤثرة على شهادة المتعاملين ككل في جميع أنحاء العالم، مع ظهور أخبار بإن في بعض المشاكل الموجودة في أوكرانيا بدأت تتحلحل وتخلص القصة دي، بدأت تفتح الشهية ثاني للمجازفة والمضاربة. فإحنا شفنا إن في استقرار نوعا ما، نقدر نقول في الثلث الأخير في الجلسة أو بالأخص العشر دقايق الأخيرة كان في بدأت قوى شرائية تظهر تقتنص الفرص الاستثمارية في آخر 10 دقائق في الجلسة، اللي هو بيأكد لك إن لازلت عندك المنتجات الموجودة في البورصة المصرية منتجات إيجابية وقوية وجاذبة للاستثمار، لكن ينقصها بعض التعديلات وترتيب الأوراق زي ما بنقول فقط لا غير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذة عصمت ياسين خبيرة أسواق المال.